أنا جاي لك النهاردة عشان أشكرك على وقفتك معايا. يا عم تشكرني على إيه؟ ده واجب عليا يا هشام. أنت عارف أنا النهاردة بس حسيت قد إيه أنا كنت ظلمك الفترة اللي فاتت دي أوي. معقول أنا كنت فاكرك إنك طمعان فصول وعايز تتجوز عشان خاطر فلوسها. طب ودلوقتي اتأكدت إني بحبها؟ ما هو اللي يدفع لحد ملايين عشان ينقذه من السجن أكيد عشان بيحبه. على فكرة يا هشام أنت مش عارف معزتك عندي، وأنا حاولت كتير قوي إني أقرب لك وإننا نبقى أصحاب، بس أنا مش عارف أنت اللي كنت قافش عليا. معلش الشيطان كان مزعلني منك وكنت شايل شوية. طب ودلوقتي لسه زعلان أو شايل؟ لا طبعا خالص، أنا جاي أسمحك إنك تصبر عليا في الفلوس وإن شاء الله هردهم في أقرب وقت، وأنا كاتب شيك بالمبلغ. ايه ده يا هشام؟ انت اكيد بترج وانت نسيت ان الصوله دلوقتي بقت مسؤوليتي انا. ايوه مسؤوليتك تاكلها وتشربها، لكن تدفع لها مبالغ بالملايين زي دي حرام. يا هشام يا هشام احنا بقينا عيله واحده على فكره، واكيد اللي بيضرك يبقى بيضرني انا كمان. امسك امسك. حقك عليها يا رشدي. يا عم انسى بقى الكلام ده، المهم نبتدي بقى صفحة جديدة، وبعد إذنك بقى سيبني أساعدك، سيبني أساعدك عشان أرجع كل اللي اتاخد منك إن شاء الله. هشام أنا مش عايزك تقلق، أنا هفضل جنبك وفي ظهرك لغاية ما نرجع كل اللي متاخد منك.